موضوع ديال ارتفاع الأسعار وموضوع ديال التضخم ببلادنا، هذا واحد من التحديات اللي كانت مع هذه الحكومة. هذه ما غاديش نرجعوا للأسباب وما غاديش نرجعوا للظروف وما غاديش نرجعوا للمسببات، لكن اللي معروف هو أنه السياق الدولي كان مطبوعا بارتفاع كبير لنسب ديال التضخم، وطلقت عوامل ديال التضخم مع عوامل ديال التساقطات، قلة التساقطات في بلادنا، لكن الحكومة بدلت مجموعة كبيرة جدا من الإجراءات. مثلا في هذا الموضوع اللي كنتكلموا فيه الآن اليوم، العرض الذي قدمه السيد وزير الفلاحة، الإجراءات التي قامت بها الحكومة خاصة في مجال إلغاء والإعفاء المتعلق بالاستيراد جملة من المواد، خاصة اللحوم الحمراء وإلى غيرها، هذه الإجراءات هي التي ساهمت في التخفيف. التعليمات الملكية وعشرة المليار ديال الدرهم اللي خصصها من أجل دعم السلاسل أيضا ساهمت في أنه تكون هذه الإجراءات عندها واحد الوقع اللي هو إيجابي. والحكومة أيضا حافظت على الميكانيزمات المعروفة في معالجة هذا المشكل ديال التضخم، وسوف يعني كيف ما قلت يعني تبذل مجهودات أخرى. إحنا الآن يوم في الدعم الاجتماعي، إحنا في الدعم ديال السكن، الدعم ديال المهني ديال النقل، صندوق المقاصة بالإمكانيات التي يوفر الدعم ديال سلاسل الإنتاج بما فيها الخضر والفواكه إلى غيرها من هذه العوامل كلها. لكن يجب أن نتفق معك أن نتفق بأن هناك أيضا بعض المشاكل مرتبطة بالمرحلة ما بعد الإنتاج، وهذه أيضا الحكومة تنكب عليها وسوف تبذل يعني كل الجهود من أجل أن نطوق هذا الموضوع، وتكون واحد البداية من أجل واحد الوضوح على مستوى السلاسل ديال البيع وديال التسويق. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.